نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة على مدى يومين في قرية عزب العرب التابعة لمركز فرسكور، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. وأكد وكيل وزارة الصحة بدمياط الدكتور السيد عبد الجواد أنه تم توقيع الكشف الطبي على المواطنين، بالإضافة إلى تحويل حالات حرجة لتلقي العلاج بالمستشفيات وإصدار قرارات على نفقة الدولة وإجراء تحاليل معملية وأشعة عادية، كما تم تنفيذ عدد من الندوات التثقيفية، بالإضافة إلى صيدلية لصرف العلاج بالمجان بها أكثر من 160 نوعا من الأدوية. هنا من ضمن القرى اللي بتعد قرية حدودية وبينطبق عليها معايير إقامة القوافل لأنها بعيدة عن المستشفيات المركزية، كمان القرية تعد من القرى المحرومة من الخدمات الصحية، فبالتالي بنوفر لها قافلة علاجية الناس تستفيد من الخدمات العلاجية المقدمة في القافلة. القافلة النهاردة فيها 12 عيادة تخصصية، كل عيادة بيكون فيها الطبيب اللي موجود أخصائي أو استشاري، معنا فريق من الأطباء والتمريض والفنيين والإداريين على أعلى مستوى. كل الخدمات المقدمة في القافلة بتقدم للمريض بشكل مجاني. قافلة طبية جميع التخصصات في قرية في عزب العرب، ما شاء الله إقبال يعني ملوش مثيل، وجميع التخصصات ما شاء الله. قافلة بسم الله ما شاء الله فيها كل التخصصات وخدمات ما شاء الله حاجة عالية جدا، وموجود جميع التحاليل، موجود العلاج، العلاج طبعا كل ده بالمجان. بنشكر السادة قائمين العليا، بنشكر الدولة المصرية، نشكر وزارة الصحة والدعم الكبير، ونشكر الدولة على اللي هي بتعمله ده. بصراحة يعني بنشكرها والله. قافلة طبية بسم الله ما شاء الله، وناس محترمة جدا، وعلاج وكل حاجة، كل جميع التخصصات موجودة هنا.